بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. نتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير. تنشكر المتابعين القدام والجداد وتنقول لهم شكرا جزيلا. تنشكر الناس اللي تيخليو تعليقات زوينة، وتنشكر الناس اللي تيحطوا تعليقات سلبية. إن شاء الله تكونوا مزيانين، تكونوا غاية، تكونوا ملاح. أول حاجة غادي نهضروا عليها هو أمراض الأذن أو طنين الأذن. تحطات بعض التعاريق على طنين الأذن، كاينين بعض الناس اللي احتاجوا هاد الوصفة، واليوم إن شاء الله غادي نعطيو بعض المعلومات بالطب البديل وبالقرآن الكريم إن شاء الله، لأن القرآن شفاء ودواء، يحرق كل مارد وماردة من السحر. أول أعراض ديال طنين الأذن أو ألم الأذن، أغلبية تيكون إنسان عنده طنين الأذن مستمر أو بعد لحظات، كاين اللي تستمر معه حتى مدة 3 أشهر. إلى استمر معك واحد المدة خاصك تشوف الطبيب. بعض الأحيان تيكون عنده علاج مع الطبيب. طنين الأذن ما تسمعوا غير مولاه. بعض الأحيان كاين طنين الأذن يقدر يسمعوا الطبيب إذا كان عنده علاقة بالطبيب، ويقدر يسمعوا المريض، ولكن بعض الأحيان تيكون السحر تيأثر على الخلايا ديال الأذن. السحر منين تيدخل شيطان الحسد والعين والسحر، تدخل إما من العينين وإما من الودنين وإما من الصباع الكبير ديال الرجلين. بعض الأحيان تتحسوا بشي حاجة قرصات تكون في الصباع الكبير، هذاك سيكون إما دخل شيطان وإما خرج. إلا قريتي القرآن وحسيتي بوخز كما يقولوا الرقى، الوخز شي قرصة تتحسي بها خرجت لك من الاصبع الكبير، الصباع الكبير ديال الرجلين، تحسي بحال دقاتك شي برا. ولكن بعض الاحيان تيكون اما شيطان دخل واما خرج. الا قريتي القران تتحسي بها حتى هي، تتحسي بالجسد ديالك بحال تيدقوك براوات. ولكن اليوم غادي نحطوا واحد الصيغه ربانيه من القران الكريم، لعل وعسى ربي يشافي مرضانا ومرضى المسلمين، لان الطب البديل كاين وتيتعالجوا به الناس، وكاين الناس اللي يتعالجوا بالقرآن الكريم، لأن القرآن شفاء ودواء. القرآن الكريم هو علاج رباني، يقدر يكون عندك سحر، السحر توقيف الحال أو السحر تمريض أو السحر فين تيتمركز. تيتمركز إما في المعدة وإما وراء الأذن، وراء الأذن أو في الرأس، جنب اليمن ديال الرأس. تحسي ديما عندك شقيقة، ديما تيكون هذاك الشيطان الحسد أو شيطان العين أو شيطان السحر يتمركز في الرأس. الوقت اللي تتبقاي تقراي في القرآن أو تتقراي تسبحي، تتحسي بتنميل في الرأس، تتحسي أنك عندك تنميل في الرأس أو عندك حركات في الجسد. اذا انا عندي هذا المشكل ديال طنين الاذن، اش خاصني ناخذ؟ اول وصفه هي غناخذ المره. المره معروفه بحالها بحال ام الناس، ولكن هي المره رقيقه جدا وصغيره، كاينه في السعوديه، كاينه في الدول العربيه، كاينه حتى في المغرب. اذا المره قليله في المغرب، ان شاء الله بحول الله تلقاوها عندكم في الدول اللي بغيتوا ديروا هذه الوصفه. المرة غادي تاخدوها وتاخدو 7 قطع، غادي توضعوها في كأس الماء، غادي توضعو عليها ماء ساخن، نص كأس ديال الماء، وتوضعو عليها ماء ساخن غالي مغلي مزيان، وغادي تغطيوها 24 ساعة، 24 ساعة أو 12 ساعة. غادي ناخد هذيك المرة بعد ما رقدتها 24 ساعة، غادي نحاول أنني
نقرا عليها هاد القراءه ان شاء الله، غنقرا عليها هاد الايات، ولكن غادي ناخذ هذاك الكاس الماء غادي نصفيه من المره، وغادي بحول الله وقوته غادي نقرا الفاتحه 7 مرات، وغادي نقرا ايه من سوره الحشر الايه 21. نقراها 7 مرات، والآية من سورة الحشر من 22 حتى 24. سورة الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، الآية 21، والآية الآية 22 24. إذن نقراها على المرة، غادي 7 المرات هاد الآيات غادي نقراهم 7 مرات، وغادي ان شاء الله نديرها في شي قنينه ديال قطاره ديال الودنين، نغسلها مزيان ونوضع فيها الماء ديال المره مع قراءه القران اللي قريتي عليها. غادي نداوم عليها مده اسبوع ونحبس اسبوع ونعاود نديرها اسبوع اخر. اما الناس اللي عندهم طنين الاذن غادي يحطوا الصباع ديالهم وراء الاذن ويقراو سورة الفلق 7 مرات من يوصلوا العقد، يكرروا العقد. اذا غادي نحط صباعي وراء الاذن ديالي، وراء الاذن جوج صباع، صباع في هذا الاذن وصباع في هذا الاذن، وغادي ان شاء الله نحط صباعي ونقرا سورة الفلق من نوصل العقد. خاصني نكررها 7 المرات، إلا كان العقد ديال شياطين السحر خاصهم يحيدوا من وراء الأذن تسحبهم. إذن الناس يقطروا مدة أسبوع جوج نقطات الصباح جوج نقطات في العشية، ويكرروا هاد الصور ديال سورة الحشر اللي عطيتكم، وإن شاء الله غادي ربي يعاونكم، لان هاد الوصفات رائعين واكثر من رائعين. الاعراض يقدر اعراض السحر يديروا اكثر من هاد الحاله، لان السحر تاثر في العين، ياثر في الودنين، ياثر في الراس، ياثر في الرجلين، لان بعض الاحيان تيكون السحر تاثر على الجسد كامل. ولكن حاولوا ان شاء الله نديروا هاد الوصفات ربانيه، ونعرضوا نفوسنا على الطبيب، وفي نفس الوقت نديروا الأذان متكرر في السماعات، ونسمعوا القرآن الكريم سورة الرحمن نسمعها، نسمع الأذان متكرر توتي عالج في طنين الأذن. إذن الله سبحانه وتعالى يشافيكم ويشافي جميع المسلمين والمسلمات. نحاول نديروا وصفات ربانية، ولكن بعد من القلق توتي أدي إلى طنين الأذن. سنحاولوا نحطوا وصفات ان شاء الله ينالوا الاعجاب ديالكم، وسنتمنى اللي مريض اللي عنده هذا المرض او انسان متعب بهذا المرض، اللهم شافيه وعافيه، انت الشافي وانت العافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. الله يشافيكم وعافيكم، وربي يشافي جميع العباد اللي عندهم سحر الله يشافيهم، واللي عندهم مرض الله يشافيهم. تنتمنى ربي سبحانه وتعالى يشافيكم ويحميكم يا رب العالمين. الناس اللي عنده هذا المشكل يحاولوا يبعدوا من القلق، يحاولوا يسمعوا القرآن الكريم بالسماعات، كما قلت لكم تحطوا صبعكم وراء الأذن وتقرأوا الفلق، يقدر يكون من الحسد، من العين، من السحر، أو عنده علاج عند الطبيب. إذا تنتمنى لكم أنكم تديروا هذه الوصفات، كين المرة تكون صالحة، تكون جديدة، تكون حرة. إذن الناس الكبار والناس الصغار، وحتى الطفل اللي كان صغير توا صالحة له نقطة صغيرة في الأذن اللي تيكونوا تضرهم الودنين، توا هما صالحة لهم هاد المرة.
اذا احبابي ما بقى لي ما نقول لكم، اذا احبابي ما بقى ما نقول لكم الا الله يوفقكم ويشافيكم ويعافيكم. اذا الى عجبكم الفيديو خليوا لي لايك، دعموا القناة، فعلوا الجرس، تابوناو بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.